يضحك الدنيا وانسى ما فات، ياسر هالدنيا فيها حكايات. يضحك الدنيا وانسى ما فات، ياسر هالدنيا فيها حكايات. ما احلى يا الدنيا ضحكة تتنيكا، تحلى بكسولا والخالة بريكا. ما احلى يا الدنيا ضحكة تتنيكا، تحلى بكسولا والخالة بريكا. اضحك للدنيا. والحب وصول حب الدنون في ده سي محمود. كل يوم حكايه والحب موجود حب الدنون في ده سي محمود. كل يوم حكايه والحب موجود حب الدنون في ده سي محمود. كل يوم حكايه والحب موجود حب الدنون في ده سي الدنيا. يضحك الدنيا وانسى ما فات، ياسر هالدنيا فيها حكايات. يضحك الدنيا وانسى ما فات، ياسر هالدنيا فيها حكايات. شريف العام والبستاج وقتاش يتعدى في العادة يا اخي؟ بين نصف نهار وماضي ساعة. شو بس نطلب منك حاجة، عندي جواب نستنى فيه، نجمش كي يجي تخبيهولي ما تقولها لي لحد. فهمت، رسالة حب؟ ماهوش رسالة حب، يعطيك تاحة في جب. ما يسالش قول لي، راني عاطفية ياسر ونعاونك ونكتم لك سر. خا عندك في مخك كل الحب والقصص الغرامية؟ همين وش تحب في مخ؟ الكرة والقصص الدرامية؟ باهي اسمعني، الجواب اللي باش يجيني من المحل وفي العدد متاعي مو باسم بابا. وقت اللي يجي تخبيهولي وانا نعطيك 5 دينارات تكري بهم 5 افلام غرامي. باهي فهمت، لازم جبت عداد مسوده يا وعايد. برا يسود وجهك. قالك يا عمي الفرطاس اعطيني حويره الباص. شو عدادي ماهيش مسوده هي، انا نقص شويه على المعدل وكاهو. نحلف عليك راك جيت الاخراني في القسم. شنو جيت الاخراني؟ جيت 25 على 30 انا. اه 25 على 30. صار ظلنا 5 فهم منك انت. هيا موش عاد باش تقضي لي قضيه باش تولي تنبس فيا. فهمنا 5 كاسات فيديو. لا بالزنا ومعاهم 100 غرام كلوب وقزوزه بوي ترونس. باه ير لسانك يتقص ان شاء الله. لا 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 وقتاش تدخل تقرا اليوم؟ اسكت عليا بركة، البارح ما مشيتش لدرس العربية. يا اخي سي الشريف قيدني غايبة، والمديرة قالت لي ما نقبلك كان نجيبوك. بارك الله. وانت علاش تغيب؟ تي نقلق ما كانش طايقة والشنفرة وكل سامي المشقعبة، حتى من كلامهم ما نفهم منه شيء. تي هو اما القيس اللي زعما نتاع حب يتكلم تقولش عليه بالشنوة. بالله بيت كيما هذا شافهم من استنى تو نقراه لك انا خاطر مش حافظتهم. فلما طفي طاف عليه وقد طفي طفيف اطف الطبي بالرعد مصطفى. ما نفهم حتى كعبة اخت طافية جملة. ولا البيت هذا يسمع اسمع. نشأت انشاء اللي في العرش واحدا فأنشأ نشأ منشئ الريح مكسف. يزيني مطريد على شعار. كانت بيتين قلقوك ملاش نقول انا اللي نضرب ساعتين كاملين وكل كلمه نحل عليها المنجد والموسوعه واللسان العرب. انا يعجبني كنزار قبيل يغني كادر سهل زي
اوه يقتلك الظلمة. خاصك جعلنا نزار قباني في البرنامج ويبدا استاذ العربيه نتاعنا كاظم الساهر. يا بابا يا بابا والله ما نرجع نقرا نجي انا الاولى زاده. زيديني يا عشقا زيديني يا احلى نوبات جنوني زيديني اه وزيديني عشقا زيديني يا احلى نوبات جنوني زيديني اه يا حياتي شيء كبير شيء دوخ. انا والله يعجبني برشا اما راجلي ما يحملوش. حطينا راجلي ما يحبوش بليش يفهموا منه الرجال يعرفوا كان ياكلوا ويرقدوا ويخرنوا وعمرك لا تسمع منهم كلمه حلوه. لا لا عاد كثرت لها ونظلم فيهم كرهم يمشيوا لمدرسه الحب. اش قولك تحل لهم مدرسه حره؟ اي علاش لي ونخدم لنا استاذه الله الله نقري الرجال الكلام الحلو والغزل يا عزيزتي. ويقوى عليك ربي. والله ما فهمتش استاذهم رجال توا الساعه العرب متسمين اكبر شعراء نتاع غزل. والله يوكا في الشرق مازالوا ما شفتش المسلسلات. يا خيتي محلى كلامهم وقديش يقدوه. هو حتى كلامنا كان قبل حلو يا حيات توا كي تسمع مثلا عينك الكحلة لو كان تزيد تكحلها تونس والمرسى ترحلها. الله 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 شي دوخ ليه. اي مالك كيفاش باش تعمل تو باش تقول البوكة؟ اسكت عليا بركة والله لما نكل البحث لن نشبع. عمينا الاخرى تنسى لك عندي المعد نتاعي. اما سليم هذاك جايب تسعة والله لما يكل البحث لن راسه يكبر. يا اخي هو علاش ما يقراش على روحه؟ والله لا نعرف عليه ديما في بيته مسكر على روحه وسارح يسمع في الغنايات ويخمم. فهمتش باش يخمم؟ ما نعرفش بالك شي يخمم في طفله. انت تعرفها الطفله اللي يخمم فيها سليمة؟ وانت شبيك ياسر تسال على سليم يا اخي فما حاجه؟ لا ما فما شيء سليم كي خوي. اختي هل تشرب حاجه؟ حتى هذا يحبني كيف اختي. اختي تحب تشرب حاجه؟ بارك الله فيك هاني نشرب. ولا تحب تاكل حاجه؟ اي نحب. ايش تحب تاكل؟ راسك. الجو هذا وقت ليليا تعرف اللي دخلت وشميت ريحه العطورات قلت ما تنجم تكون كان ليليا والانف يعشق قبل العين احيانا. اي والله حسني ديما لسانك متاوعك خاصه كي نراك ولا نقول في الشعر والنثر والغزل. تعرف تظهري صغرت برشا من جد حسني ظهرتك صغرت شو من جد انت تبارك الله قمره لين 14 باللي هي زي حسني ايش نزل فيا انا. بالعكس انت عسل حلوه. مين رد بالك لتشرق سعيد. يلا نادي برا جيب اوراقك وهيا. انا اوراق زيد ما هو الشركه اللي نخدم فيها قاعده تعملي في تربص في الاعلاميه. برا عاد نطمعنا بالله كملت قرايتك تو مش تعاود تقرا من جديد. مالا نعلمك اللي توا التكوين المستمر لقرايه ما عادش توفى مدى الحياه. جاب ربي خوك استاذ تربيه بدنيه. ما انا ساعد على بدنك وانت سايس على مخك اذا كانوا موجود. نخوذ ضربة. اي سي محمود البستاشي فما جوابات. اي جاب جواب. شكون؟ لسلي خلينا نشوف. تاع ها تحبش نحط لك فطور تاو سي محمود وهاو تجي تعب والله بنين. خلي الفطور يبرد شوي اعطيني نقرا جواب شعر. هيا تو بسميان الجواب تقول لي سليم
ليه سي محمود؟ نقصد الجباب نتاع قراية السليب اللي فيه العديد. بارك الله عليك يا لله، وليت تكشف وتعرف اش ثم في الجوابات قبل ما تحلهم. ليه ماني مستانسة بيهم. مستانسة بيهم؟ وش بيك تكذب وتكذب وتنسي و... ها؟ وتقول لي نحط لك الفطور؟ ها؟ ها؟ ليه والله شيء أماني ما حبيتش نوريهولك تو، قلت بالك شي لعل العديد خيبة ولا حاجة وانت تتغشش، قلت نحط لك الساعة تفطر قبل وتعمل كويستي. لا عندك الحق، تخم عليك ان انت يا شريف زايد معك. باهي تو نحلو في الليل وقت يجي سي الشباب شمامها قارصة. شيء ما يتعملش عليك انت هكا تحرقني الفيلم. خينا واش تحبني نداني ليك؟ ها بايك جاي قبل الوقت، زيد احضر على البوستاج. سطرت ما جيت ما نسطر. كان ما تحبش تتغسور اقرا على روحك العبيد. جبت لك تمارين يعاونوك. اهلا بنا. هذوما تمارين صالح لي مع سيد خشين ياسر، كانوا عند واحد جانا نجحها من اول، هو الاول في الولايه الكل. ترى نشوف العلم راهو في الراس مش في الكراس. نذهب يا كراس. هذا تمارين هبالي يعني. تعرف كيفاش ترتاحني من برشا خدمتي تو. كيفاش هبالي؟ قلت لك عندي واحد نجاح من اول في البكالوريا. يا اخي خديت لك الاوراق من السيف. شو كتزيد دبر؟ جيب لي. نعرف جماعه اخرين عندهم فيشات منظمين ياسر. كم دبرهم لك؟ الصحة. يعطيك الصحة يا ريم، نعرفك أنت الوحيدة اللي تخمم فيه. أي خليني نمشي دو، ما نعطيكش على قرايتك. باهي مرسي بيك. إذا حبوك ارتاح، لا تتعب ولا تشقى، وإذا كرهوك ما عادش يحبوك باللي تكثر في النفقة. شريف، خبي صوتك لنهار العيد ويزيد لك تنبيهر. إذا حبوك ارتاح. سنين عايش بنتي كمل لم السنه وروح. هذا للعائله. هاي اختي. السلام عليكم حسني. جيبك سلام. سمحت حد في السلام كل سما حد نخليك تدخل. يا ناس حبوا الناس. لازم ريق البيرد. اش فهم على الجيب؟ اقلب عينيك مليح. بصراحه من يوم غابت على السويعه نتاع العربيه وقالوا لهم ترجع لما تجيب ولي امرك وراي حاشم منكم برشا. شنو نعمل معاها الطفل؟ شي يحط لي ريقي شي يحريقها. شو يا حيوتة؟ هذه فترة صعيبة برشا، فترة المراهقة، تاخذهم بالسياسة مش بالقوة. بالمشد. اسمع أنت، دروس البسيكولوجي نتاعك خليهم عندك. نعرف عكارة، دينها فلوس، والله إلا ما نشيحها فرانك لا، أيا. على سلامتكم. على سلامتكم الكل. على سلامة تتا علي. تتا، أنا أصغر من حياة أختك. الماتش مش يبدا حتى. سلومة يا اكبر كركار في الحوم. شنو هو اخويا؟ عاطي للذل كار وتقرع بروحك؟ ايش بيكم عليا يا اخي؟ عايفتوني برجوليه او باش نبطلها انا القرايه. جيتني غريبه وكا واش بيك تغششت؟ اسمع عندي واحد يقرا معايا كركار كركار اكثر منك بالعمل. عاد كتب قصيده تحفونه ياسر تنطبق عليك قد قد. او باش نقراها لك. القسم على الله مدي راسة ديما نقرا وديما تاسة في العربية خوكم ما تعملش عليا مغروم كان باللغة المصرية على كل مسلسل نعمل دراسة الفرنساوية نزيدها شوية عربية تولي شكشوكة نبلية تقعد بيت في التعاسة في التاريخ نبدأ نسرسط في التكليخ والقسم الكل يقول كيخ كيخ والأستاذ ما ينفي راسة. يا حلوة اسمع زيدها في الجيو نخرج نجري للتابلو في ساعة ما ناخذ زيرو ونرجع نجري للتابلو. عويتك عدلت الزيرويت. يا حلوة. لا لا استنى استنى هزيت جاتني القريح زيدها المقطع هذا. هاي تنزيد. في العلوم نفس ساعة ونمشي نوم نلقاش طرحة عاملة بوم مخلطة صبية وترسة. اي حلوة بالكديدي. ولا شنو على كل حالنا بنتصل
نجي وندق الباب ونسأل وما نشدش البغض وقلبي أبيض. قلبك أبيض أما لسانك ما تعرفش تحكم فيه. بوكوا تشون دي سا؟ باسكو كوا؟ يفكني يا علي عايش أختي وخلي كل واحد يتلهي بروحه. هو أنا مني ليه كان بروحي حتى كان نحكي نحكي على حمادي راجلي. الناس تكبيه كي تحكي على راجلك. أنت كنت علمت تشد لسانك شوية وتعرف اللي يتقال واللي ما يتقالش خير لك. والله قلت الحق، الناس على الأقل حاجة ما يلها معنى يردوها مشكلة. أنت علاش تخليهم في الفرصة هذه باش يردوها مشكلة؟ محليه حسني محليه. شعرك خف، ما نحكيوش على عقلك هذيك في الحاسب. وقتاش ناوي تلمس ويقاتك؟ يعيشك هذايا من حسن أخلاقك، كي نلقى فتاة من الجلس اللطيف كيفك ديريت نمشي. نجم تستنى حياتك الكل، أما كان تعمل عقلك التوى ما خديتش باقي الدلل عليها. هيا هيا نمشي. هاي ابو مزروبين والله عندنا قضيه حتى انا زيدا عندي برشا قضيات. حسني وي جيت عليا القضيه زعما عليا اكري حميل انا بخش هنا. حقا ريتري مليون مسكينه الطفله باقي تسال عليك وتبتبت. ايه جاتني جابت لي اوراق مهمين. ايه وعلاش مسكينه الطفله تحفونه برشا وزيد تحبني. تعرف لو كان تلقى تعطيني 5 سنين من عمرها لا نخزر لها برك. مش كيفك انت، لا من يخزر لك ولا من يحبك من شومك. يا حسر عليك تشوفني انا باش نضرب على قلبي. باش تاكل ضرب على راسك مش على قلبك. والله عندي مشروع كان يمشي بالكدي نضمن بيه مستقبلي. اي ارزن عايش اختي قالت لي مشروع ارزن. وانتي شحرق شعيرك في طاجينك. مالا جرب نهار نقاك انت وطفولته وتشوف. يا متخلف يا جاهل يا مربط. ولا يا كركار يا الاخريني في قسمك برا عني خليتها لك واسعه وعريضه. متقاعس كسول الله كسول سلوك غير محمود حطوا العشاء. نعيني في عشاء ولدي طير لي الشاهي. عليه اش عمل زيد؟ اش عمل زيد جاب 9.20 في المعدل وزيد جاب 25/30. لا 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 ولا سلا لا متاعك ولا كل مدلال متاعك نحس فنجان انت تربح فنجان الفروق مقيت معاهم ما يتصل. على الأقل لك مريم جابت المعدل قد قد مسليم حربها سليم. محمود حتى مريم عندها مشكلة راهو في الليسي. إيش عملت زاد؟ لا 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 هي ما عندها ما عملت. هم الله يهديهم قيدوها غايبة في ساعة العربية. علاش هي حاضرة وقيدوها غايبة؟ لا لا غايبة. هي مالا علاش تقول لي غايبة وقيدوها غايبة وتقول لي غايبة وكاو؟ وليش قلت توا قلت لك حاضرة؟ شنو باش دور علي انا؟ انا مسؤولة على كل شيء. لا انا هو المسؤول. يكا. إذا بنتك معناها غابت أنا غلطي أنا. وإذا كان ولدك ما قالش مليح راهي غلطي زاد. وإذا كان معناها الدنيا سبعت شتاء وبرد وريح غلطي. وإذا كان طيارة غلطت لباريس المغرب غلطي. وحرب الخليج غلطي. وصاروخ تفلق في السماء غلطي. نعم غلطي. مليش متاش ها النفح ها لا ها حزن ها النفح فرحة حياة حياة من مجسمة فيه شريفة يا شريفة مدامني شيخ وفرحان هكا وشيخ برعيت لي سليم كل فرق هذاك خد كبلو سعدي هي ولا عشية معيني العشية المتهم سليم فزدة الرجاء الحضور أمام المحكمة. اش فهم زاد؟ عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. هيا أهبط كون البخس. أوه، شعمل لي درس في الوعظ والإرشاد أنا تو. مع العلم أنه لا ينفع العقار فيما أفسده الدهر. أم أنت وليت طيارة عربية بمسلسلات؟
ني على خاطرني نركز. حتى انا هو باش نقوم نهزك ونركزك. دويقوا هيا الساعة قبل اهبط كل البخس. تعالى تعالى احكي معاه بالرياض ومن غير غش. ما تنرفزش روحك. مش تقول لي بيه وتعمل العكس. اجل هوني سي شباب. طول الخسارة. نجمش تقول لي شنو ما هالعداد هذا؟ تحت فلسف على خاطر الأستاذ ما عجبتوش المنهجية نتاعي. وقت ليه صحيح. والتاريخ والجغرافيا. الأستاذ ما يفسرش مليح. والحساب. الأستاذ أعطانا مشكلة ما زلنا ما قريناهاش. هي عاد كيفاش؟ باهي والعربية. الأستاذ يكرهني ديما يخزر لي في خزن ما تعجبنيش. عجيب. معناها الأستاذ الكل نتاعك ما يصلحوش. لا بابا مش ما يصلحوش. أما ما يعطيوش عدد باهي. في القسم الآخر تلامذة أضعف مني وعندهم معدل. نجم تسأل حتى تلامذة صحابي. أنا هما بابا. الخمسة وعشرين اللي جاوا قبلك ولا الخمسة اللي جاوا بعدك؟ اسمع سليم. إذا كان مش تواصل هكا البكالوريا ما كيفش تشوفها راهو. مضمض. مضمض. تعرف معناها مضمض. البكالوريا زهرات بابا. مرات الأولانيين ما ينجحوش والآخرين ينجحوا. عجيب. أيه. شنو هي إيه؟ البكالوريا ولات كليراسيبة. وقعت عم ناول. واحد عنده 12 ونص معدل الوصل العام وما نجحش. واحد عنده 10 قد ونجح. هكا. وأنت تحكم على الحالتين هذوما. هذاك شريت أنت. لا 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 على ولدي. لا لا يا سعدي وش عندي. لا لا انا نعرف من اول الدنيا الاولانيين هما اللي ينجحوا والاخرين هما اللي ما ينجحوش والشاذ يعفر ولا يقاس عليه. هاك نعرف انا. بهي 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 يا عيش ولدي اقرح لروحك. شنو اللي ناقصك اللي تبكي عليه الناس عندك؟ هاي توعدني المره الجايه معدل خارق العاده. باهي نعرف. هاي اجلوني شوي زدت ما كملش. خليني عاد خليني. الملاحظات هذو والعداد ملاحظات كسول شو مالك متقاعس. لا لا متقاعس ردي الى اخره الى اخره. باش عم تشوفهم فهمتني ولا اسمع لي بيتك طايت لاختك مريم جاب ربي وصيتك. ليت البحث حتى كبر راسك يا كسولة. يا وجهت روحك انت تو برا البوك عيطتك برا. انا ما ناكلش البحث عندي المعد. عايشه عندها معد بربي. باش عندك المعد بالتنقيل وتفسكي يظهر لك بخدمتي تو. ما نحبش نتعب روحي ياسر راضيه بعشره الحاكم. اما تتفرج في الخدمه والتمحريف كي نخلط الباك تو نشوفك كي تبرك. اما انا ما نبركش وما ندوبلش على خاطرني ذكيه. انت ماكش ذكيه انت خبيثة. لفين مع بعضهم. اما انت طافي وكركار وكسول. ده يبارك كل بخس مع البوك ويجتهم بكي. نورمال ياسر. انتم السابقون ونحن اللاحقون. نقسم التنرفيز خاطر هي بيدها كركوب عصب. خليني عاد خليني بجاه ربي. ما تزيدش على ما بيه انت زاد. عيطلك باو. اي عيطلك. بقي في عمايلك الطفلة. يا اخي شو عملت انت؟ شو عملت؟ لا عاد شيء ما عملت انت. انت عمرك تعمل حاجة في حياتك انت. ها؟ وين ماشي وين؟ تخيب روحك من زيت صغيرة. ها؟ كل فليو. كل يوم زيد عقيدة. ديما مشاكلك. ولا سادة الكل يتشكوا منك. عمرك في حياتك ما فرحتني. اختك الكبيرة تبارك الله عليها من اللي دخلت الابتدائي حتى تخرجت وخذت الإجازة. عمرها ما عملت مشكلة. وانت المشاكل من عندك هابط على راسك القنابل. انا ما عملت شيء. ما عملت شيء. ديما ما عملت شيء انت. وديما في بالك شيء انت. عمالة. ما نعرفوك. مالا. النهار كله هي. كوا. نعم. علاش. كيفاش. كوا. انا. شنو بابا اش بيكم هكا.
يغيش بكم ديما تحكموا عليا ما غير ما تسمعوني. شنو هو يا اخي مازلتوا ما سمعتوش بحاجه اسمها نقاش؟ نعم لا لا تضحك نقاش انت باش تعلمني توا النقاش بعد شنو الفتنه ها انت في مخك نهار كل كان الشوارق والمكياج هاوش من وماشي في بالك اللي انت كلوديا شفر ولا شكوني وانت شفر شفر مكعب انت توا توا كي تضربها الحيوط تعرف عقب ترويشتها تحب مرضني بعصابي ولاش من غلبة انت لطف عليك ماما اش ندخل هذا في هذا وزيد سبحان الله الكامل لله خير الواحد ما يغلطش غلطوني قالوا لي الاستاذ غاي من بعد جي هذوكم غايرين مني يحبوا يعملوا لي المشاكل مع الاساب غايرين مني تسمع فيش قالت غايرين منك علاش لله باش يغيروا منك علاش ترى ترى طلي علاش على تصديقتك البقري ها ولا على عملتك يلا هذا من قدامي باش عم تشوف منظرك لا برا الكوجي نغسل الماء هاك العقاب نتاعك شنو تلف اسمعي اغسليهم مليحه وردي بالك تكسري حاجه بربي اش الخدمه والسكيت نهاني مش نصب كويستي ونمشي نتفرج في المسلسل وكي تكملي قولي ليا باش نجي نعدي عليك عيب ايه على الدنيا كي تدور عطاك ربي يا شريفه مش ولدي انت تحكم فيا انا نحكم انا ليه خليني لاخر مره في عمري نحكم ونعفس فيك اي امسي اي تعفس راك مغصله ريتا تستاهل طايح في قدرك هاكا في جرتك غدوه كان احيانا ربي بوك باش يتعطل على اجتماعاته وعلى خدمته ويمشي معاك للمديره ويسمع ما يكره اسمع ماما قولوا عادي حط لحطايت ويلبس كسوه بيه ويفوحه عجيب والله وما يلبسليش السروالك اللي بالقدر هو صبات ولا الاخر اللي كيساقين الفيت مسح رقعتك مسح رقعتك كنت مطلوبه وليت طالبه ماما اسمع لازمكم تفهموا حاجه انا النجمه الاولى متاع المعهد فهمت لازمك يجي معايا يبدا طياره باش البنات ما يقعدوش يتفسخوا عليا باهي وبين قوسين قولوا هاك المرايات وذا الروح متاع الشمس نتاعو ما يلبسهمش اصغر عقلك قداش تحكم بالمظاهر وقداش تقول بيبا هذيك دنيتكم اللي جبتوني ليها الناس الكل ما يحكموا فيها كان على المظاهر قالك تعد عليا بريشك وما تعديش عليا بعيشك والله ماني فهمتك لشكون طلعت والله ماما قال لك كب الطنجة على فمها البنية تطلع لأمها يا حروية تشوف الكل لا يعطينا ما يغلبنا We'll be right back.